إذاعة الفرقان تقدم رأيت أني في غرفة تفسير الأحلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مع الشيخ النمير علي إدريس. تفسير الأحلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده جل وعلا حمدا كثيرا مزيدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعباد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تفسير الأحلام. مستمعين الأعزاء، لما كانت الرؤى والأحلام تؤرق صاحبها وتأتيه فيها إشارات ورموز يحتاج إلى فكها وإلى تعبيرها، لذلك خصصنا هذا البرنامج لتعبير رؤاكم وتفسير أحلامكم على طريقة الكتاب والسنة وعلى النهج الصحيح والقويم. نحاول فيها أن نأخذ بأيدي الناس إلى الحق والخير والرشاد، وكذلك نحاول أن ندخل بعض الإرشادات والتوجيهات والنصائح من خلال الرؤى التي قد يكون فيها تنبيه للشخص لتفريط في أمر دينه أو تنبيه لمسألة في أمر دنياه، وهذا النهج انتهجه الأنبياء من قبل، ولنا في قصة نبي الله يوسف خير مثال لما قال أأرباب متفرقون خير، فقدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد آتاه الله جل وعلا هذه الموهبة كما يؤتيها لكثير من الناس. وثبت في السنة أن الرؤى هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يعيننا على تقديم هذه الخدمة لمستمعين الأعزاء عبر هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل سبت عند 9 مساء عبر أثير إذاعة الفرقان، ويعاد يوم الثلاثاء عند 5 تماما. يمكنكم أن ترسلوا رؤاكم عن طريق الرسائل الصوتية على الرقم 0966897869 من داخل السودان، أما من خارج السودان فعلى الرقم 00-2499-66-89-7867. يصحبنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ النميري علي إدريس مفسرا ومعبرا لهذه الرؤى وتلك الأحلام، كما ستجدون هذه الحلقات عبر قناته على اليوتيوب، كما يمكنكم أن تتصلوا أثناء بث هذه الحلقة على الرقم 0-155-77-77 وذلك لتسجيل رؤاكم وعرضها في الحلقة التالية بمشيئة الله تعالى. وأولى رؤانا في هذه الحلقة يقول صاحبها، ويبدو أنه من خارج السودان، يقول رأيت في المنام واحد يقول أنا أحمد ومشينا وقال أخوك الله يشفيه نحيف، قلت له لا تلومه، هم ورث أبي لما يموت، وكان هناك حريم يتكلمون ثم سكتوا واستيقظ. ما تعبير ذلك شيخنا الكريم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة هذه الرؤية، وهي رؤية هذا الذي يقول أنا أحمد ومشى معه فترة وقال أخوك خالد ماذا فيه، فقال هو نحيف لا تلوم هم الورث، فنقول إن صدقت الرؤية والعلم عند الله، يتوفى والدهم والله أعلم ويترك ميراثا يكون خالد عليه وكيل ولا يمشي فيه بالسوية ويظلم فيه، هذا هو النحافة وهذا هو الهم. ولما قال في حريم وكذا معناها أيضا يؤثر الحريم، النساء تؤثر عليه في الظلم في الميراث، فنقول له عليك بتقوى الله تبارك وتعالى، وتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل يقول وتأكلون التراث أكلا لما،
فيها خمسة أقوال عند بعض المفسرين نقل القرطبي شيئا منها، ومنها أنه يظلم في توزيعه ويأكل حق غيره إلى حقه، فنقول له اتق الله عز وجل ولا تظلم، عليك أن تقسم الميراث بين أصحابه وأهله بالسوية كما قسمه الله من فوق سبع سماوات. وهذه رسالة ونصيحة عامة لكل من ولاه الله ميراثا وجعله وكيلا عليه أن يتقي الله وألا يظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم، تنام قرير العين بارئها، والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بعلمك. هذه أخت تقول أن عندها بوتيك ورأت أن في سقفه بيوت عنكبوت، رأت أن بيوت للعنكبوت كثيرة في سقف هذا البوتيك، فما تفسير ذلك؟ بارك الله فيك. الله المستعان على هذه الرؤية، الله المستعان على هذه الرؤية. بالنسبة لرؤية هذه الأخت الرائية أنه عندها بوتيك ومليان بالعنكبوت، يدل أنها في رزقها شبهات، وأيضا يغشاها بعض النساء السيئات في هذا المكان في هذا البوتيك، لأن العنكبوت يدل على المرأة، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فأنصحها بالحرص على الصواحب والصاحبات الطيبات، وبالحرص على الصلاة والعبادة، وألا تبيع في بوتيكها هذا شيئا محرما، وعليها بتقوى الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآيات. أسأل الله لي ولكم الرزق الحلال، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بعلمك. نتواصل مع المستمعين الأعزاء في كل مكان عبر أثير إذاعة الفرقان FM 99، ونذكرهم بأنه يمكنهم الاتصال على الرقم 155-77-70-77 أثناء بث هذه الحلقة لتسجيل رؤاهم ومن ثم عرضها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. كما يمكنهم أن يرسلوا رؤاهم صوتية على رقم الواتساب، أن تكون الرسائل مسجلة صوتية على رقم الواتساب 00-2499-66-89-7867 من داخل السودان 09-66-89-7867 لتعبير رؤاهم. نصحبه في هذا البرنامج فضيلة الشيخ النميري علي إدريس في هذه الحلقات. هذه أخت تقول رأت أنها حامل وولدت، وسئل عن ولدها من هذا، فقالت هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورأت في رؤية أخرى أنها راجعة إلى البيت من المستشفى، وسئلت أيضا أم من أنت، فقالت أنا أم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رؤيا أنها ولدت النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الولادة تدل على زوال الهم بالنسبة لهذه الرأية، وأنها ترى أنها أم النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناها يزول همها ويتيسر لها الهداية والصلاح والتوفيق والسداد ولبس الحجاب بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون على سنة كاملة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينزل بها بعض مرض وضيق وشدة وتفرج عنها بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخ الكريم ونفع بعلمك. هذا أخ من دولة اليمن يقول أنه يرى باستمرار أنه يزني بأخته في المنام، فما تعبير ذلك شيخنا الفاضل؟ هذه الرؤية لأحد المستمعين الكرام من اليمن الشقيق، أفاء الله عليهم بالأمن والإيمان والسلامة مما نزل بهم. طبعا هذه من الرؤى التي ظاهرها السوء لكن باطنها الخير، أنه يرى أنه يزني في أخته وتتكرر عليه الرؤية حتى أزعجته. نقول أبشر بالخير تبرها وتحج بها أو تعتمر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخ الفاضل. وهذا رأي يرى أن صديقه يعرض عليه كوبا من اللبن،
فما تعبير ذلك فضيلة الشيخ؟ رؤيا لما رؤيا جميلة، فهذا الرأي الذي يقول أنه رأى صديقا له يعرض عليه كوبا فيه لبن، إن شاء الله عز وجل صدقة رؤياك، هذا الصديق ينفعك في أمر من أمور الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج قرب له خمر ولبن، فشرب اللبن، قال جبريل هديت إلى الفطرة، فإن شاء الله والفطرة هي الدين والاستقامة والقرآن والسنة، فأبشر بهذه الرؤية وأقبل على الله عز وجل وأقبل على صحبة هذا الشخص الذي رأيته يعطيك كوبا فيه لبن، فيجري الله من الخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى لك على يدي هذا الصديق من حيث الأمور الدينية، القرآن، اتباع السنة، الصلاة، العبادة، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نذكر مستمعينا الأعزاء بأنه يمكنهم إرسال رسائل صوتية على رقم الواتساب 0966-897-867 من داخل السودان، 0024-966-897-867 من خارجه. كما يمكنهم أيضا أن يتصلوا على رقم 0155-77-77 لتسجيل رؤاهم وعرضها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نواصل معكم في عرض الرؤى التي وصلت إلينا والاستماع إلى تعبيرها من فضيلة الشيخ النميري علي إدريس. هذه أخت تقول رأت أنها تطير في السماء وتحتها كلاب وتماسيح، فما تعبير هذا شيخنا الكريم؟ هذه رؤيا فيها العجب، واليوم حقيقة وهذه الحلقة حلقة مميزة لأنها مليئة بالوعظ والتوجيه والإرشاد، والرؤيا فيها وعظ وتوجيه وإرشاد، كما قال النبي عند البخاري من حديث نافع علي بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو يقومه من الليل، في كتاب التعبير. فنقول بالنسبة للطيران أنت تطيري، فيدل على تجولك عبر وسائل التواصل، تماسيح وكلاب إلى غير ذلك، نقول هذه كلها علاقات غير سوية. فيا بنيتي يا بنيتي يا بنيتي انصرفي إلى ما ينفعك واحرصي على ما يحفظك، عافانا الله وإياك وحفظنا وستر علينا ونجانا من كل شر، وأقبلي على ربك تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك. هذا أخ فلسطيني من المملكة العربية السعودية يقول رأى أنه أمام منزله في جدة ورأى أن مسجدا في السماء، وكان معه أخ يعمل معهم في الشركة، ثم وقع المسجد على الأرض وتهدم، وتهدمت بناية كانت معه أيضا، ورأى أيضا أنه خرج في رؤية أخرى أنه خرج إلى الشارع فرأى أحد الإخوة على عتبة محل أخيه وكان يحلق لحيته وكان هو يمازحه، فما تعبير هاتين الرؤيتين بارك الله فيك؟ نرحب بإخواننا من فلسطين، حضرها الله عز وجل ورزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. وهذا الرأي عنده رؤيتان كما سمعنا من مقدمنا وفقه الله لكل خير. بالنسبة للرؤية الأولى، رؤية المسجد الذي في السماء له منارتان، يدل أن هذا الرجل يتزوج مرتين صدقة الرؤية. المسجد هنا البيت والمنارتان عبارة عن زوجتان، لكن وقع على الأرض وانهدم، وهناك بناية انهدمت معه، يحدث عنده زواج وطلاق، لأن الطلاق هدم للبيت، لكن ينعم الله عز وجل عليه، لذلك رأى كلمة عبد المنعم، والشركة بشريكة في حياته تعوضه عن هاتين التجربتين الفاشلتين. ولذلك هنا ننصح ونقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، والإنسان عليه أن ينتفع بما مر به من تجارب، وإن كانت أحيانا تكون هذه التجارب صعبة وفيها ما فيها، لكن
الإنسان يستفيد منها ولا أحد يستفيد ولا أحد تمر به الحياة مجانا، لابد أن يدفع لها ضريبة وأن يستفيد من ورائها. بالنسبة للرؤية الثانية يقول خرج للشارع وكذا وعند محل البلاستيك وجد صاحبه علاء من الجنسية الفلسطينية أيضا يحلق لحيته. كلمة بلاستيك لو شلنا من الحروف الزيادة تدل على البلاء، فمعناها أخونا علاء هذا عفى الله عنه ينزل به أمر فيه شدة من دين، ينزل فيه أمر فيه شدة من دين، ولعله يحتاج إليك أخي المبارك الرائي لتساعده في قضاء هذا الدين إن صدقت الرؤية، والله أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أخ آخر من الجزائر وهو يدرس بمصر بالأزهر، يقول أنه رأى أن القيامة قد قامت وأن الناس ذاهبون إلى الله جل وعلا للحساب، وبينما كان الناس يتجهون نحو الحساب كان هو هاربا عكس اتجاه الناس، فما تعبير ذلك بارك الله فيك؟ سبحان الله أستاذ عاصم، هذه رؤية عجيبة. أولا نرحب بأخينا من الجزائر وهو يدرس بالأزهر بمصر، يدرس العلوم الشرعية، وهذا رؤية من الرؤى العجيبة سبحان الله أن القيامة قامت. كثير كان من السلف من أهل العلم يرون ذلك، وإن نافلة القول جاء بسند صحيح عند الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، روى له الإمام، هذا من أثبت الناس في مالك ثلاثة، القعنبي والتنيسي وإسماعيل بن أبي أويس. القعنبي هذا سبحان الله رحل لمالك وقرأ عليه الموطأ وكان لا يحدث يخشى أن يخطئ، فرأى القيامة قامت والناس أقرانه من أهل الحديث حوسبوا وذهبوا إلى الجنان وهو ما زال منتظرا، فتحجب فسأل لماذا أنا منتظر، فرد عليه لأنك تعلمت ولم تعمل، ما حدثت، وهم تعلموا وعملوا حدثوا الناس، فمن ذلك الوقت انتبه وبدأ يحدث. هذه الرؤية، فنقول للرأي هذا جزاك الله خير إن القيامة قامت وأنت بتهرب والناس ذاهبوا للحساب، معناها أنك لم تعمل بالعلم الذي تعلمته أخي الحبيب، وعليك أن تعمل بالعلم الذي تعلمته. أولا عليك أن تتقن القرآن وتقرأ قراءة مجيدة، قراءة إتقان، ومصر مليئة بالمشايخ، مسجد الإمام الشافعي وغيره من المساجد، حتى في الأزهر تبحث لك عن شيخ وتقرأ عليه قراءة إجازة، تبدأ وحافظ بالإتقان كان مقدمة، وبعدين تكمل شعبة فتكون قراءة العاصم، ثم تبدأ بعد ذلك تجمع نافع برويه قالون ورش، وبعدين تأخذ السبعة وتكمل بعد ذلك بالعشر، وتنتفع بهذا القرآن علما وعملا، علما وعملا، وتأخذ هذه الرؤية محمل الجد كنذارة لك فتعمل بما تعلمت، ولا تكن ككثير من الناس يطلب العلم ولا يعمل به ولا يدعو إليه. ولذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه جاءه ابنه يسأله فقال يا بني أتعمل بكل ما تسأل؟ قال لا يا أبت. قال فلما تستكثر حجج الله عليك؟ والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بعلمك. هذه أخت رأت أنها تحمل طفلا رضيعا فقالت لصديقتها بختك أي حظك ما عندك طفل في هذا العمر الصغير يعني، فقالت لها صديقتها أنا آخر ابن لي عمره 17 سنة، مع العلم أن صاحبة الرؤية في الحقيقة أصغر شخص عندها عمره 19 عاما، فما تفسير ذلك شيخنا الكريم؟ بالنسبة لهذه الأم الرائية وبالنسبة لرؤيتها نقول هذا بعض الضيق وبعض الهم يصيبك من مراهقة لاثنين من أبنائك، هناك اثنان من الأبناء تجدين منهم مراهقة وتجدين منهم بعض المتاعب. أما بالنسبة لمنال ولما قلت لها يعني حظك ما عندك أحد صغير، وقالت أن أصغر أحد عندي هو عمره 17 سنة، إن شاء الله هذه صدقة ترى العلم عند الله، مناسبة سارة عند هذه
عند صاحبتك منال، وبالنسبة لك أنت تريدين بعض الضيق والمشقة من اثنين من الأبناء يمرون أو يمران بمرحلة من مراحل المراهقة الصعبة الصانية للأبناء. ومن هنا أوجه كلمة للأبناء الكرام جميعا ذكورا وإناثا، نقول اتقوا الله عز وجل في الأمهات وفي الآباء، فالأم كم تتعب، وانظر إن الله عز وجل قد وصى الأم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن من خير حقنا ذو حسن صحبة، قال أمك 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 ثم قال أبوك. فينبغي المسلم وينبغي للمسلمة وينبغي الولد والأم أن يتقي للولد والبنت أن يتقي الله عز وجل في الأمهات. وهنا تحضرني حقيقة قصيدة للشاعر الهادي آدم، يعجبني ما جاء فيها، يقول من كان يسقيني ومن ذا يطعمه وأنا على مهلي أصم وأبكم، من ذا يترجم صرختي ويحيلها معنا فيدرك ما أقول ويفهم، فإذا أجن الليل مهدي من ترى يمسي وهدهده ولا يتبرم، من ذا يطيع أوامري ومن الذي في ليله ونهاره أتحكم، أمي ويا لفؤادها من جنة كم ذا نعمت بها وكم ذا أنعم، كم كنت أملأ ليلها ونهارها عبثا يضيق الصدر عنه فتحلم، ولكم مرضت فلم يحالف جفنها غمض فتسهر والبرية نوم، أشكو فتشكو ما أحس كأنني من جسمها عضو يزال فيعدم، حتى إذا كشف السقام قناعه عن مقلتي وزال ما تتوهم، صفرت دموع البشر ترسم فرحة فيها الحنان العبقري مجسم، هي شمعة ولهي تذوب لكي أرى خطوي وفي رقصاتها أتقدم. لله دره في هذه الأبيات الجميلة حقيقة، خير من ذلك كله كلام ربي تبارك وتعالى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بعلمك. لا زالت معنا مجموعة من الرؤى من الإخوة الكرام، هذه أخت رأت أنها تقرأ القرآن وفجأة مسحت كل الكلمات وصارت صفحاته بيضاء وظهرت فقط كلمة الأحزاب، ثم وضعت المصحف فكان حتى جلده ممسوح أصبح كأنه كتاب أبيض، وضغطت عليه فخرج منه شيء مثل المربى، وكانت تمسح ذلك عنه، ثم سمعت إحدى صديقاتها تقرأ القرآن ولم تستطع أن تراها، فما تعبير ذلك؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذه الرؤية أخي الحبيب والتي هي وردت من المملكة العربية السعودية، ففيها نذارة كبيرة جدا، فلعل الرائية هنا أنها تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن يقع منها الرياء ويقع منها عدم الإخلاص، ولذلك تقول إنها رأت أنها تقرأ القرآن وفجأة مسحت الكلمات، الله أكبر، وصارت الصفحات بيضاء وتحاول تقرأ الباقي قبل ما ينمسح، فتجد مكتوب كلمة الأحزاب فقط، واستغربت كيف قرأتها مع أنه ما في أي كلمة، وقفلت القرآن وصار حتى من الجلد ممسوح اسم القرآن. فهذا يدل على من يتقفر الدعوة ويتقفر القرآن يقرأ القرآن لكنه لا يعمل به. ولذلك يقول ربنا عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك إن رجلا يجر تندلق أمعاه في النار فيقال يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال الشاعر يا أيها المعلم غيره أما كان لك في التعليم. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإن انتهت فأنت حكيم، ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم. حتى الجلد انمسحت منها، ثم بعد ذلك صار كأنه كتاب أبيض، ومن شدة الخوف أصبح مثل المربى. هذه هي الدعوة الهلامية التي لا طائل ولا فائدة من ورائها، لأنها لم يكن فيها الإخلاص ولم تخرج من القلب. ثم بعد ذلك تقول سمعت إحدى صديقاتها تقرأ القرآن لكن ما قدرت تشوفها، سبحان الله، دلالة على أن الثانية أكثر منها إخلاصا في دعوتها إلى الله عز وجل.
ولذلك قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منفقا متصدقا، وذكر مجاهدا، وذكر معلما للقرآن. ما الذي فات هؤلاء أيها الكرام الفضلاء؟ الإخلاص. ويقول سفيان: وأعيد، إن إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. ولذلك الإمام مالك في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر لما ذهب إليه عبد الله بن وهب المصري القاضي وطلب العلم، فحضرت الصلاة فقام يصلي عبد الله بن وهب المصري يعني النافلة، فقال له مالك: أين تذهب؟ قال: أصلي. قال: يا سبحان الله، ونحن فيما نحن؟ ماذا نفعل؟ احنا قاعدين نطلب العلم ونتقفر العلم ونذكر كلام العلم. قال: لا شيء أفضل من العلم إن صلحت النية، يعني من النوافل. لذلك يا أخواني، دعوة لي ولكل داعي لله عز وجل: أخلص لتتخلص. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، ورزقنا الله الإخلاص في القول والعمل. هذا الأخ رأى زوجته في المنام وكانت تحمل ابنته، ثم رأت بنتا صغيرة ورأت ثعبان أمام تلك البنت، ثم لدغ الثعبان ابنته وقامت زوجته بخنق الثعبان، فما تعبير ذلك؟ بالنسبة لهذا الرائي من اليمن الشقيق، فرج الله عنا وعنهم وجعلنا وإياهم في عافية. بالنسبة لرؤية الثعبان، رؤية الثعبان يدل على الأذى والضر. وبالنسبة أنها قرصت هذه الطفلة يدل على أذى يصيب هذه الطفلة في قدميها. وأنصح الأم بأن تقوم برقيتها وأن تقوم بالمحافظة عليها، فلعل هناك عين حاسدة تؤذي هذه الطفلة. وأما لما قامت الزوجة بخنق الثعبان فبإذن الله يدل على الشفاء والعافية، فعليها برقيتها والمحافظة عليها بأذكار الصباح وأذكار المساء، جعل الله إياكم وأبائنا في عافية. ومن هنا من نافلة القول وعبر هذا المنبر، عبر هذا الأستاذ المبارك لو يسمح لي، الأستاذ الفاضل عاصم من جميل المذيع والمقدم الموقر، أن أقول نصيحة للأمهات: حافظن على أذكار الصباح والمساء لأبنائكم، لأولادكم ذكورا وإناثا، ولا سيما بآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. قال النبي: ما تعوذ أحد مثلهما عليه الصلاة والسلام. حافظوا على أذكار الصباح والمساء، فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان، وذكره النووي في كتابه الماتع الأذكار، وكان أهل اليمن يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. قال: مثل الذي يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في إسره فتحصن منه في حصن حصين. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك ونفع بعلمك شيخ الكريم. نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج تفسير الأحلام بصحبة فضيلة الشيخ النميري علي إدريس. يقضي الإنسان ثلث عمره وهو نائم، في هذا النوم أسرار وعوالم بعيدة، وفيه خيوط متشابهة تحتاج إلى حاذق وماهر يكشف غموضها ويظهر مخبوءها، لتكون جزءا من 40 جزءا من النبوة. حيث ضوابط المسألة، أهل العلم قالوا الأصل في الرؤى أنها هبة من الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. رأيت أني في غرفة وإذا بلمي وأنا أفتح هذا اللم عني. وما هي أحجامها وألوانها؟ لتفسير رؤيتي أرسل رسالة صوتية على رقم الواتساب 0962-897-867، تتضمن الاسم والعنق، الجنس ذكر أو أنثى، والحالة الاجتماعية متزوج أرمل مطلق. كما يرجى ذكر جميع الأسماء التي تتضمنها الرؤية وذكر أي تفاصيل أخرى. تفسير الأحلام. ستعرض الرؤية مع تفسيرها من قبل الشيخ في الحلقة التالية. تفسير الأحلام مع الشيخ النمير علي إدريس. النمير علي إدريس. تفسير الأحلام. نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في كل مكان عبر برنامج تفسير الأحلام من إذاعة الفرقان 99 FM بصحبة فضيلة الشيخ النميري علي إدريس. نذكر مستمعين الأعزاء برقم الرسائل الصوتية على الواتساب
من خارج السودان 00-2499-66-89-7867، من داخل السودان 09-66-89-7867. كما يمكن لمستمعين الأعزاء الاتصال أثناء بث هذه الحلقة على الرقم 055-77-70-77 لاستقبال مكالماتهم وتسجيل رؤاهم وعرضها إن شاء الله في الحلقة القادمة. ننوه مستمعين الأعزاء على أن هذه الحلقة تبث أيضا على قناة فضيلة الشيخ نميري علي إدريس على اليوتيوب. هذا أخ كريم يقول أنه كلما بدأ خطوة من خطوات الزواج لا تتم، فبدأ في رقية شرعية ثم رأى في المنام أفواه ناس وأعين تبدو في الظلام وأصبحت تراوده أحلام مزعجة. سبحان الله أستاذ عاصم، وربما المستمعون الكرام يشاركوني في ذلك، أن رؤية هذه الحلقة حقيقة يعني فيها كثير من مسائل الرغبة في الزواج من الشاب. نسأل الله أن يزوج كل أعزب وأن يحسن كل أي من، لكن بالنسبة لهذا الرأي حقيقة اللي هو يعني الأمر لما يجد أنه كل ما يذهب لكي يقدم على أمر الزواج يتعثر فبدأ يأخذ في الرقية الشرعية، نقول جزاك الله خير، وهذا هو المرجو دائما من الإنسان، بدل أن يذهب إلى التمائم والحجابات والأمور الغير شرعية وقراية الكف والفنجان وضرب الرمل إلى غير ذلك والودع، يتجه إلى رقية شرعية لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وقيل من راق وظن أنه الفراق، وبالسنة أحاديثها كثيرة في أحاديث الرقية. وبالنسبة لرؤية حقيقة أنه يرى عيون وأفواه تتحرك، هذا يدل على الحسد عفانا الله وإياكم، يدل على الحسد، فأنصحه أن يستمر على الرقية إما عند راقي أو يقرأ على نفسه كل يوم سورة البقرة قبل النوم. يرى أنه في وسط غابة وفيها كمية من القرود، نقول هذه بيئة العمل، بيئة العمل التي أنت فيها ليست بيئة جيدة، والقرد من الممسوخ، الله عز وجل مسخ من بني إسرائيل كونوا قردة خاسئين، فنقول بيئة العمل ليست بيئة جيدة، بيئة عمل فيها مخالفات شرعية، فحبذا لو تتركها إلى عمل آخر يكون فيه طاعة لله تبارك وتعالى. ثم يقول: إراها ملطخة بالدم، يدل أن المال الذي يدخل عليك من هذا العمل مال فيه شبهة، فنقي المال، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الحديث الذي فيه مقال: يا معاذ أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وعلى كل حال الحديث هذا فيه مقال، وخير منه ما روى مسلم من حديث أبي هريرة: ثم ذكر رجل طول السفر أشعث أغبر ويرفع عداه يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام وشربه الحرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فلعل الرأي الكريم والمستمع الكريم يأخذ كلامي على محمل الجد بتغيير بيئة العمل وبيئة الكسب، ويبدأ يحافظ على الرقية، وإن شاء الله أموره إلى فرج وإلى خير، والله أعلى وأعلم. بارك الله في الشيخ الكريم. هذه رؤية أيضا متعلقة بالزواج، تقول الأخت الكريمة: رأت زميلها في المكتب ومشت معه في طريق طويل، وفي أثناء مشيهما كان كل واحد يضع يده على ظهر الآخر ويبكي، ثم رأته مرة أخرى يصلي فقطع الصلاة لما رآها وشاكلها، وكان يعرج، وكانت هناك مشكلة في رجله، كان عملية أو شيء من هذا القبيل، فما تعبير ذلك؟ بالنسبة لهذه الرؤية التي كانت منذ 3 سنين لهذه الرؤية المباركة، كل هذا يدل على طريق طويل آخرته ليست الزواج إن صدقت الرؤية وصدق تفسيري، فعليها أن تقطع العلاقة بهذا الشخص، وأجنبي عنها في المقام الأول لا شك، ولعل هناك من الوعود يعني أخذ الطريق طويل متماسكين كل واحد لكن رأسه في ظهر الثاني ويبكي، دلالة على هذا الأمر رغبة في زواج لكنها لا يكتب لها التمام. بعدين في مسجد يصلي منتهى من الصلاة، ولما راح ترك الصلاة بعدين حصل نوع من الشكل بينهم، أيضا يدل على عدم الصلة بينهما وعدم التمكن من أمر الزواج. بعدين طلع هي عرج، أيضا يدل أنه يترك العمل ويترك الوظيفة، وأيضا لا يتمكن من
الزواج وفي رجله مشكلة أيضا يدل أنه يترك وظيفته ولا يتمكن من أمر الزواج منها، فأنصحها بأنها تترك ذلك وأنها إن شاء الله تدعو بالزوج الصالح في قيام ليلها وتتصدق بنية ذلك تحسن بينها وبين ربها. نسأل الله أن يهبها زوجا طيبا مباركا وأن يخلف عليها خيرا، والله أعلى وأعلم. فتح الله عليك شيخنا الكريم، هذه رأي أخرى رأت أنها في المستشفى وعليها ثوب أبيض وسمعت صوتا يقول لها جبت بنتين وولد، فما تعبير ذلك؟ نقول لها هذه الرأي المباركة إن صدقت رؤياك وصدق تفسيري ترزقين بولد ذكر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم، هذا رأي من المملكة العربية السعودية يقول رأى أنه هو ومجموعة من أصدقائه يسيرون في مدينة جدة ثم رأى 3 نجوم، واحدة كبيرة واثنتان صغيرتان، وكانت أطرافها محددة جدا وكأنها شعلة، ولفت أصحابه لذلك، ثم رأى شررا يتساقط ثم هربوا إلى مكان وكان المكان ممطر وجوه جميل حتى إن الماء لا يصل إلى الركب من شدة المطر، فما تعبير ذلك بارك الله فيك؟ النجوم في السماء والشرر إلى غير ذلك، إن صدقت الرؤية والعلم عند الله هذا عمل أنت فيه منذ 3 سنين أو قريبا من 3 سنوات، هذا العمل الآن يبدأ يأتيك منه شرر، يعني يأتيك منه مضايقات وتكون غير مستقر فيه أنت ومجموعة من رفاقك في هذا العمل، مما يؤدي بكم أنكم تقصون من هذا العمل، يتم إبعادكم من هذا العمل، ثم تأتون إلى عمل آخر وإلى نشاط آخر بإذن الله تبارك وتعالى، إما في سفرة أو في وظيفة أخرى أنت ورفاقك، ويكون في ذلك لكم بر ولكم خير ولكم غيث، هذا المطر الذي يدل على الغيث والمطر يدل على الخير ويدل على البر حتى يصل إلى قريبا من ركبكم، يعني تعوضون فيه عن إقصائكم من وظيفتكم ومن عملكم ومشروعكم السابق، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك ونفع بعلمك. نذكر مستمعينا الأعزاء برقم الهاتف للمراسلة بالرسائل الصوتية على الواتساب ونذكرهم بذكر المعلومات المطلوبة، سواء كان الشخص متزوج أم أعزب أم أرمل أم مطلق والاسم كذلك، 0966897867 هذا هو رقم الهاتف لإرسال الرسائل الصوتية، و 0155 77 77 77 للاتصال والمشاركة بالرؤية على أن تعرض في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. هذه رائية تقول السلام عليكم، رأيت قبل 2 سنين أني دخلت مكان ليس جميلا ودخل معي أطفال في غرفة كبيرة وأسوارها عالية، وبعد دقائق جاء رجل كبير في السن وقال لي افتح يديك، ففتحت يدي وكان عنده عسل في إناء كبير فبدأ يصب العسل في يدي، قلت له لم أرى عسلا جميلا كهذا العسل، فقال لي أنت في الجنة، قلت له الجنة أجمل من ذلك لأن شكل المكان لم يكن بجميل، فقال لي أطلبي ما تشائين حتى أثبت لك ذلك، فطلبت نهر ماء ولبن وبالفعل تحقق ذلك، ثم جاء إنسان ووقف بباب الجنة ورفع يديه وقال يا رب أرجو أن تكون هي زوجتي في الجنة، قال ذلك 3 مرات، فما تعبير ذلك شيخنا الكريم؟ نقول لهذه الرأي الكريمة إن صدقت رؤياك وصدق تفسيري والعلم عند الله، فالعسل يدل على الأرزاق ويدل على الشفاء، قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ويدل أيضا على الديانة وحلاوة الإيمان، وإذا جاء على يديك رزق وحجاب بإذن الله تبارك وتعالى، وإذا قال لك ادخلين الجنة فالجنة هي كل ما يجن صاحبه يستره ويغطيه، فإن شاء الله تتحجبين الحجاب الشرعي السابغ الساتر جزاك الله خير. والجزء الأخير من الرؤية وجود الأطفال معك، فلعلك
أختي المباركة، أيتها الرأي المباركة، لك شخص بعينه تودين الزواج منه، وإن صدقت رأيك وصدق تفسير والعلم عند الله تبارك وتعالى وصدقت النيات، يتمم الله لك هذا الزواج بإذنه تبارك وتعالى. لكن أنصحك وأنصح كل مستمعة ألا تبني علاقات خارج نطاق الزواج والخطبة الشرعية. رجاء أن يستمعن إلي أخوات البركات وأن يستمع إلي إخواني المباركون في ذلك، لأنه لا يتوصل لطاعة الله عز وجل معصيته. عافانا الله وإياكم وسترنا وإياكم، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك. هذه أخت من خارج السودان، رأت أن شغالة أختها حاولت طعنها بسكين في ظهرها، وكانت ردة الفعل من أخواتها تجاه ذلك ضعيفة وباردة، وحاولت مرة أخرى لكنها تصاغر حجمها، وهي دعت ربها سبحانه وتعالى أن يفرج عنها، فتصاغر حجمها واستطاعت أن تمسكها بسهولة وأخذت منها السكين. ما تعبير ذلك بارك الله فيك؟ بالنسبة لهذه الرؤية أيتها الرأية الكريمة، نقول لك إنك تعانين من هم وغم وشدة وسوء في التعامل والعلاقات الاجتماعية وخيانة أيضا. يعني هناك من يخونك من أقرب الناس إليك اللي هو الطعن بالسكين في الظهر، تدل على الإنسان الذي يخون صاحبه والزميل الذي يخون زميله والأخت التي تخون أختها. ليس شرطا في الخيانة أن تكون فعل فاحشة عفا الله عليكم، لا، لكن سبحان الله في إفشاء الأسرار وفي سوء التعامل إلى غير ذلك. ولا مخرج لك من هذا إلا طاعة الله تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعليك بتقوى الله عز وجل يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر بخير فقد أبان المنهج. قال ربي من يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا. فعليك بالاستغفار وعليك بالبر والطاعة وطاعة الواحد الجبار يفرج عنك ما أنت فيه كما جاء في رؤياك الكريم. وهذا يا إخواني نصيحة عامة لنا جميعا أيها الكرام المباركون، نصيحة عامة لنا جميعا، ليس للرأي فقط بل لنا وللمستمعين والمستمعات وكل من يصله هذا الأثير المبارك. مسألة الاستغفار مسألة عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة وفي المجلس الواحد 100 مرة، في رواية 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى جعل أمانين رفع أحدهما وبقي الآخر. قال ربي تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك. هذه الأخت تقول أنها رأت في المنام أنها تقرأ سورة العنكبوت ثم استيقظت فرحة مسرورة، فما تعبير ذلك؟ الله أكبر، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه رؤية جميلة، ونبشر أختي المباركة، نقول لها كنت بعيدة عن الله تبارك وتعالى وأبشري بالتوبة والصلاح والنجاة من الأعداء. وأعظم الأعداء النفس، أعدائي في الدنيا 3، نفس وهوى وشيطان. الله عز وجل يقول في سورة العنكبوت وهي عد آياتها 69، وهي سورة مكية يعني نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تقع في الجزء 20 وتتم في الجزء 21. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فالزم هذا الطريق المبارك وانخلع من الذنوب والسيئات وكلنا ذلك رجل من ذا الذي ترتجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط واحرصي على صحبة الأخيار وبر الوالدين وابتعدي عن صاحبات السوء جعل الله وإياك من المستورين والمستورات في الدنيا والآخرة والله أعلى وأعلم. فتح الله عليك شيخنا الكريم. هذه الأخت تقول أن أمها رأت قرحة ظهرت في قدمها اليسرى من أعلى القدم، فما تعبير ذلك؟ بارك الله فيك. هذه الرأية الكريمة التي ترى قرحة على قدمها اليسرى من الجهة العليا، نقول لها إن صدقت رؤياك وصدق تفسيري والعلم عند الله تسوء العلاقة بينك وبين ابنتك، لأن القدم تدل للرائي على أولاده إذا كانت اليمنى على الذكر وإذا كانت اليسرى على الأنثى، ويقولون في المثل يقولون الولد ذراع أبيه اليمين، فالقرحة تدل على تقرح في العلاقة، تسوء العلاقة بينك وبين ابنتك. ونصيحة لك أيتها الرائية، إذا كانت البنت يقع منها المخالفات والعقوق والمعاصي فعليك بنصحها وتوجيهها وإرشادها. ومن هنا أوجه الكلمة والاثنتين والثلاث حتى يبح صوتي ولا أتوقف، اتقوا الله في آبائكم أيها المستمعون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك. هذه الأخت رأت أنها داخلة إلى الحمام وكانت هناك ورقة من المصحف تريد الدخول معها إلى الحمام وكانت تدفعها بيدها حتى لا تدخل معها، فما تعبير ذلك؟ فتح الله عليك. نقول لهذه الرأية سبحان الله تبارك وتعالى الذي يرسل البشارات والنذارات في هذه الرؤى ليهدينا إلى الصراط المستقيم. الحمام للعزلاء يدل على الرجل لأنه مكان للوطر وقضاء الحاجة، ولما دخلت الحمام وجاءت ورقة مصحف يدل أن لها علاقة مع أحد الشباب لها سنة تقريبا أو قريبا من السنة، من هذه المكالمات التواصل مثل هذه التي يقع فيه من وسائل الاتصال والفتن الجديدة التي وقع فيها الناس أيها الكرام المباركون. والمرأة بضعفها تقع في مثل هذه العلاقات بنية أنها تريد الزواج وتريد العفة وتريد العفاف، لكنها تقع مع الذئاب البشرية والعياذ بالله، فيستمر على هذه العلاقة لتلك الفترة ولا تجد منه أي باب من أبواب أن يطرقها لكي يخطبها من أهلها. ولذلك ورقة المصحف تدل على ذلك، تدل على هذه العلاقة وتدل أن هذه العلاقة في غير إطار الزواج، وتدل أنها لما قامت بدفعها واستيقظت متضايقة من الرؤية وحق لها، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد يشعر بالضيق،
ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويدل على إيمانها وحبها للخير أنها استيقظت متضايقة وكانت تدفع ورقة المصحف، يعني تدفع هذه العلاقة أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقبا. وتذكروا قول ربنا تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية. وإن شاء الله البشارة الأخرى في الرؤية أنها تنخلع من هذه العلاقة، ومن يريدك أيتها المباركة يطرق الباب ولا يأتي من النافذة. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك. هذا الرأي يقول أنه رأى لأحدهم أنه يبني في عمارتين كبيرتين ويشطب في هاتين العمارتين، فما تعبير ذلك؟ هذه رؤية ماتعة حقيقة. يقول: رأيتك وأنت بنيت عمارتين كبيرتين وشغال تشطيب فيهما. نقول: صدقت الرؤيا، بشر هذا المرئي فيه بأنه يتزوج بزوجة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بك. هذه الأخت رأت أنها تدعو لأختها بالزواج، فما تعبير ذلك؟ الدعاء عبادة عظيمة، وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء ما في العبادة فضعيف. وأعظم الدعاء دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. فإن صدقت رؤياك وصدق تفسير والعلم عند الله، أنت مهتمة بأمر أختك، فاكثري لها من الدعاء أن يهب الله تبارك وتعالى الزوج الصالح. ونسأل الله لك أن يتقبل الله دعاءك فيما دعوته، وأبشري بالخير. فهذه الرؤيا إن صدقت وصدق تفسير والعلم عند الله تقع على ظاهرها. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. هذه الأخت رأت إحدى الأخوات وهي مطلقة، رأت أنها تضع حنة أي حناء، وكان الناس يستغربون في ذلك، في أنها تضع هذه الحنة وهي مطلقة، فما تعبير ذلك شيخنا الكريم؟ ما شاء الله تبارك الله. هذه رؤية بإذن الله. بشري أيتها الرأية الكريمة، بشري المرأة التي رأيتيها بزواج قريب بإذن الله تبارك وتعالى. بشريها بزواج قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحصننا وأن يحفظنا وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، والله أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. هذا الأخ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرا من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة الكرام، ورضي الله عن الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار. أقول لك أخي المبارك، أبشر بهذه الرؤية، ستسافر سفرة وستهاجر هجرة من الذنوب إلى الطاعة، ومن المعاصي إلى البر، ومن البعد عن الله عز وجل إلى القرب منه. وسيجعل الله لك صديقا مؤاخيا صادقا مؤاسيا، وستسافر سفرة من أرض سوء إلى أرض خير، ومن بيئة سيئة إلى بيئة صالحة،
وسيدعو الله لك فيها صديقا مصادقا ومواسيا، فأبشر بالخير. وتذكر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فعليك بصحبة الأخيار وصحبة الأبرار وصحبة الأطهار. وتذكر أخي المبارك العزيز وكذلك جميع المستمعين الكرام أن الباري تبارك وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وعليك أخي المبارك أن تنخلع من أصحاب السوء وأن تبتعد عنهم وأن تتركهم. وتذكر قول الباري تبارك وتعالى يوضح هؤلاء القرناء: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك شيخنا الكريم وفتح الله عليك ونفع بعلمك وجزاك الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم تفسير الأحلام. على أن نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نترككم في حفظ الله وصونه ورعايته، ونذكركم برقم الهاتف للمشاركة معنا عبر الرسائل الصوتية في الواتساب 0966897867، على أن تكون الرسائل صوتية وأن ترفق بالمعلومات المطلوبة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ النميري علي إدريس خير الجزاء على هذه المساحة التي أفردها لنا، ونشكركم لحسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقضي الإنسان ثلث عمره وهو نائم. في هذا النوم أسرار وعوالم بعيدة، وفيه خيوط متشابكة تحتاج إلى حاذق وماهر يكشف غموضها ويظهر مخبوءها، لتكون جزءا من 40 جزءا من النبوة. حيث ضوابط المسألة، أهل العلم قالوا الأصل في الرؤى أنها هبة من الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. رأيت أني في غرفة وإذا بلمي وأنا أفتح هذا اللم عني. وما هي أحجامها وألوانها؟ لتفسير رؤيتي أرسل رسالة صوتية على رقم الواتساب 0962-897-867، تتضمن الاسم والعمر، الجنس ذكر أو أنثى، والحالة الاجتماعية متزوج أرمل مطلق. كما يرجى ذكر جميع الأسماء التي تتضمنها الرؤية وذكر أي تفاصيل أخرى. تفسير الأحلام. ستعرض الرؤية مع تفسيرها من قبل الشيخ في الحلقة التالية. تفسير الأحلام مع الشيخ النميري علي إدريس. النميري علي إدريس. تفسير الأحلام.